النهاردة الصبح وأنا قاعد هنا والناس عمالة تصلي وابتدوا يصلوا الشفة، أخت كده جت قعدت جنبي وقالت لي يا سيس أنا عندي سرطان في العظم. قلت لها جا منين؟ قالت لي كان سرطان في الثدي وخدت كيموثيرابي وبعدين اكتشفت أن عندي سرطان في العظم. بس طلع كده شكلها صغير قوي. قلت لها امتى ده حصل ده كله يعني شكلك؟ قالت لي لا مش صغيرة قوي. قلت لها طلبك؟ قالت لي أنا ما يهمنيش إني أخف، أنا عايزك تصلي مش عشان أخف، أنا عايزك تصلي لي إن ربنا يستخدمني وإني أكون بركة للناس وإني أحقق قصد الله في حياتي، أنا مش فارق معايا إني أخف. بس طلع كده ما قلت لهاش يعني، بس جواي قلت واو ده ايه الحلاوة دي، ده ايه النضوج ده، ده ايه الناس اللي فاهمة دي، اني مش اعظم بركة اني اخف، اني مش اعظم بركة اني اعيش طول الايام. مات المسيح 33 سنة، مات يوحنا المعمدان 31.5 ولا 30.5، لكنه غير العالم، لكنه صنع أكثر من أولئك عمروا وعاشوا 127 و129 والأرقام اللي بنسمعها اليومين دول. البركة الحقيقية من جوه لبرة. الأخت دي اتصالحت مع ربنا ومع نفسها، والأخت دي عايزة تكون بركة للناس ومش فارق معاها البركة المادية. بس ربنا ما بيديش بركات، بيدي بركات مادية، بيخفف بيدي قوة الاحتمال، بس مش كل العيانين هيخفوا، لا مش كلهم هيخفوا. بنقرأ عن كتير قديسين في العهد الجديد كانوا مرضى وكانوا بياخدوا دواء، يعني ما كانش فيه معجزات بالهبل، لكن كل الناس خفت من المعجزات. لا ده ربنا مش عايز، لا ما يقدرش، لا يقدر، بس مش الهدف ان كل عيان يخف، لان دي مش اهم بركة. رفع يديه وباركهم، والبركة الحقيقية من جوه لبره. ليه لبره؟ لانها عايزة توصل لبره، عايزة توصل للآخرين، عايز يباركني لأكون بركة.